اول حاجه هنفضل مستمرين لغايه ما نغير النظام ده. النظام دوت من يوم ما مسك بقالنا سنه احنا بنرجع لورا ما بنتقدمش قدام. احنا حرفيين شغالين تبع خان الخليلي. انا بقالنا ثلاث سنين من ساعه ما قامت الثوره السنتين دول احنا ما دخلش بيتنا جنيه. عمل ايه محمد مرسي؟ احنا مش عارفين بيعمل ايه. بيروح يخطب احنا مش عارفين هو بيقول ايه. هو مع مين بالظبط؟ احنا عايزين نعرف. احنا رايحين فين؟ احنا عايزين نعرف ثلاث حاجات. احنا رايحين فين؟ مين مع مين؟ اللي فاهم يفهمنا، ولا احنا هنصلي الجمعه يوم الثلاث؟ احنا مش فاهمين حاجه. احنا عايزين نفهم هو هيحكم مصر ولا هو مش معانا. هو مش معانا يتفضل مع السلامه. الكرسي كبير عليه، الكرسي كبير عليه. محمد مرسي شخصيه طيبه، ما ينفعش. مش هو اللي حاكم مصر، اللي حاكم مصر الاخوان المسلمين. فاحنا هنفضل واقفين في الشارع، لا اما يعدل البلد لا اما يسيب البلد زي ما سابها غيره.